أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم. سنتعلم بإذن الله التدريب الثالث لبرنامج الجيم، وهو إضافة مؤثرات مرئية على الصورة. متطلبات التدريب: أولاً القرص المرفق مع الكتاب، ثانياً ذاكرة متنقلة. المقدمة: في التدريب السابق قمنا بتصميم صورة واجهة مشروع المحافظة على الممتلكات العامة، وذلك بإضافة صور ونص، وأيضا كيفية حفظ العمل والفرق بين الأمر احفظ والأمر اكسبورت. وفي هذا التدريب سنقوم بإذن الله تعالى بإضافة مؤثرات مرئية على الصور لأهميتها في تحسين مظهر الصور، سواء باستخدام المرشحات أو الفرش، وأيضا سنتعلم إزالة الأجزاء غير المرغوب فيها أو تكرار جزء من الصورة. مثال إضافة تأثير باستخدام الفرش: مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة انغماس العالم في استخدامها، صار توثيق الأحداث من خلال صورة أمرا بديهيا وشبه يومي، وحتى نزيد من جمالية الصور التي ترفع بأعداد كبيرة على الشبكة العنكبوتية، لا بد من إضافة مؤثرات تضفي مزيدا من الابتكار والاحترافية باستخدام الفرش. ففي هذه الصورتين اختلاف واضح باستخدام الفرش. ففي هذا المثال إضافة مؤثرات مرئية على الصورة لأهميتها في تحسين مظهر الصور، وإضافة مزيدا من الابتكار والاحترافية، وذلك باستخدام المرشحات. خطوات التدريب: أقوم بإدراج صورة من مجلد الصور في مجلد وحدة الوساطة المتعددة الموجود في القرص المرفق باسم خلفية الهدف، وذلك من قائمة ملف، ثم أفتح كطبقات. أحدد الصورة المراد فتحها خلفية الهدف، ثم ننقر افتح. سيتم فتح الصورة، ومن ثم أختار أداة التحديد المستطيل، ونقوم بالسحب والإفلات بزر الفار الأيسر، وذلك بتحديد جزء من الصورة، ومن ثم إضافة تأثير من قائمة مرشحات، ثم تمويه، ثم غشاوة غوصية. تظهر نافذة أستطيع من خلالها تحديد نسبة الغشاوة المراد وضعها، بالسهم أعلى تزيد نسبة الغشاوة وأسفل يتم إنقاص نسبة الغشاوة، ثم نعم، وبهذا تكون النتيجة النهائية. ثم نذهب إلى قائمة ملف، ثم Export As لحفظها على ذاكرتي المتنقلة بشكل نهائي. أحدد مكان الحفظ، ثم صدر ليتم حفظ العمل بشكل نهائي. كما يمكن إضافة تأثيرات مختلفة من قائمة مرشحات، ثم تحريف، ثم موجات، ثم ننقر نعم. أيضا يوجد تأثير آخر من قائمة مرشحات، ثم تحريف، ثم فسيفساء، ثم ننقر نعم، وسيكون التأثير بهذا الشكل. أيضا من قائمة مرشحات، ثم تحريف، يوجد تأثير دف الورق، وهنا لف الصفحة، ثم نعم. أيضا من قائمة مرشحات، ثم ضوء وظل، يوجد تأثير انبثاق. ولإضافة تأثيرات مختلفة على الصورة باستخدام الفرش، أقوم بتحديد الفرشاة واختار أداة فرشاة التلوين من صندوق الأدوات، ثم تحديد حجم الفرشاة من صندوق الفرش وشكل الفرشاة المناسبة لإضافة التأثير على الصورة بالنقر على الفرشاة المناسبة على سبيل المثال كالنجمة، مع ملاحظة إمكانية تغيير اللون من مربع الألوان
بهذا الشكل. أيضا تغيير فرشاة إلى فرشاة أخرى وبالنقر على الصورة. لنفترض استخدمنا فرشاة أخرى أيضا بالنقر على الصورة مع ملاحظة تغيير اللون من صندوق الألوان. لنفترض هذا اللون ثم نعم ونختار فرشة مناسبة ثم ننقر على الصورة بهذا الشكل. ولو اخترنا نجمة ثم نقرنا على الصورة لتغير اللون بهذا الشكل. ولإخفاء جزء غير مرغوب فيه من الصورة، أدرج صورة لمشروعي من ملف ثم أفتح كطبقات من مجلد الصور في وحدة الوساطة المتعددة الموجودة في القرص المرفق. لنفترض صورة الماء ثم أفتح. ولإخفاء عبارة نعمة فلنحافظ عليها، أختار أداة لاقط اللون من صندوق الأدوات. بالنقر على أداة لاقط اللون لألتقط أقرب لون مناسب على الصورة، وألاحظ تغيير مربع اللون إلى اللون الذي قمت باختياره. ثم أستخدم فرشاة التلوين صندوق الأدوات وأنتقل للجزء الذي أريد إخفائه وأبدأ بتحريك الفأرة مع الضغط المستمر حتى تختفي العبارة. نقوم بمسح العبارة بهذا الشكل. نلاحظ إزالة النص المكتوب بنفس لون الخلفية. أيضا تبقى لنا السطر الأول، وبنفس الطريقة بالنقر المستمر حتى يتم مسح العبارة. أيضا ألاحظ أن عملية الإخفاء تحتاج تعديل، استخدم بها أداة تسمى أداة الضباب حتى تزيل بقايا النص تماما بهذا الشكل، وتسمى أداة الضباب وهي نوع من أنواع التأثيرات بهذا الشكل حتى يتم دمج اللون. أيضا يوجد لدي أداة التمويه والحرق، وهي أيضا تضفي تأثيرا على الصورة لإخفاء بقايا النص ولدمج الألوان فيما بينها، فتظهر النتيجة كما ترون. ثم أقوم بحفظ الصورة من قائمة ملف ثم Export As على ذاكرتي المتنقلة وننقر صدر ويتم حفظ الصورة. الملخص: برنامج جيم، إضافة تأثير باستخدام المرشحات، إضافة تأثير باستخدام الفرش، إخفاء جزء غير مرغوب فيه من الصورة.